السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار الكرة العراقية. أهلا وسهلا بكم. أسدل الستار على منافسة بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي استضافتها مدينة البصرة للفترة ما بين 22 إلى 26 من الشهر الجاري، التي شارك بمنافساتها كل من المنتخب الأردن وسوريا، وتوج بلقبها المنتخب الوطني العراقي المضيف للبطولة بفوزين. وجاء تتويج العراق بلقب بطولة الصداقة الدولية بفوزه مساء الثلاثاء على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة. وسجل أهداف المباراة رايبين سولاقا في شباكه بالخطا بالدقيقة السابعة، وعدل النتيجة للعراق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 38 من عرضية لسولاقا، وعزز المنتخب الوطني النتيجة في الدقيقة 52 بهدف عكسي للاعب الأردن بعد تسديدة من بشار رسن، فيما أحرز البديل مهند علي الهدف الثالث في الدقيقة 70 من تمريرة جميلة للمتألق جوستين، وقلص النتيجة للأردن اللاعب بها فيصل في الدقيقة 87. يعد هذا اللقب مهما بالنسبة للمنتخب الوطني العراقي رغم أن البطولة ودية، لكن الفريق العراقي ابتعد عن التتويج لفترة طويلة قاربت 12 عاما، وآخر تتويج المنتخب كان بكأس آسيا عام 2007، وبعدها ابتعد أسود رافينيا عن منصة التتويج حتى في البطولات الودية. بالتالي يعد اللقب فرصة لكسر النحس ومنح اللاعبين دفعة معنوية للعودة إلى منافسات الألقاب. واختير نجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي وأسود الرافدين جوستن ميرام كأفضل لاعب في البطولة بعد أن افتقده المنتخب في كأس آسيا بالإمارات بسبب الإصابة، ليحرز هدفا في مرمى سوريا ويصنع الآخر في مباراة الأردن. بطولة الصداقة تميزت بالحضور الجماهيري الكبير بما أضاف للبطولة جمالية كبيرة ومنحها ندية وكذلك التنظيم المميز. نجاح البصرة في النسخة الحالية لبطولة الصداقة والنسخة الأولى دفع الاتحاد العراقي للإعلان رسميا باختيار ملعب البصرة الدولي ملعب للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم وسط احتفال الجماهير البصرية. أذكر الاتحاد العراقي في بيان رسمي أنه تم اتخاذ القرار بأن البصرة ستكون أرضا للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم المقبلة المقررة أن تنطلق شهر أيلول المقبل. تأهل منتخبنا الأولمبي العراقي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بعد تعادل سلبيا أمس أمام نظيره الإيراني في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للتصفيات التي استضافتها طهران. رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط متفوقا على نظيره الإيراني بفارق الأهداف، ليتأهل ليوت الرافدين للنهائيات متصدرا للمجموعة، فيما تأهل المنتخب الإيراني كأفضل ثاني. يذكر أن المنتخب الأولمبي حقق الانتصار في الجولة الأولى على نظيره اليمني بخماسية نظيفة وهزم تركمستان بهدفين في الجولة الثانية. وفي أخبار المحترفين، خاض لاعب المنتخب الوطني المعاقب مؤقتا علي عدنان أول وحدة تدريبية مع فريقه الجديد فانكوفر وايت كابس الكندي استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي أتلانتا الإيطالي. وأعلن وايت كابس وصول عدنان إلى كندا لتمثيل الفريق خلال منافسات الدوري الأمريكي على سبيل الإعارة حتى حزيران المقبل. أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز، ستنطلق مباريات الجولة يوم غد الخميس بمواجهتين، وفي اليوم التالي تقوم 4 مباريات، على أن تختتم الجولة ب4 مباريات تقام يوم السبت.